السلام عليكم اخواتي، كيف تهم؟ على بس عليكم مزيانين، نتمنىكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو. ان شاء الله نشارك معكم الجديد اللي كاينه في الليدل. ان شاء الله كما كتشوفوا كاينه هذا الخص غير ب 85 كان 99 سنتيم، كذلك هنايا هذا ايجاز هذا اورو 79 كان جوج الاورو و 59. كذلك بالنسبة للتفاح حتى هو كان اورو 69 دابا اورو 29. المهم جينا لهنايا باش نشوفو في البازار، نشوفو جديد اللي حاطين. كاين هاد الماكينة هادي أولا هاد الآلة هادي اللي كتقطع الخبز، كتقطع الجبن، كتقطع أي حاجة، كتقطع رقيقة كيما كتشوفو. الثمن ديالها عاملين فيها بروموسيون، كتعمل 50 الاورو دابا حاليا. كذلك كاين هادو مزيانين هادو بزاف، مثلا كتكون كتقطع النص ديال مثلا نص بصله، كتقطع النص د مطيشه، كتبقى لك كتنزلها في الثلاجه. فكما كنعرفوا ان الحاجه ملي كتكون منزله هكذاك في الثلاجه غير هكذا بلا ما كنغطيوها يعني باحكام، فهي كتمتص داك الميكروب اللي كيكون كامل في الثلاجه، باش تكونوا عارفين الا بغيتوا شي حاجه تمتص يعني تمص يعني تمتص تكون الميكروب من الثلاجه، خصكم تنزلوا شي حاجه تكون عريانه فحذاري، فهي كتكون فيها جميع الميكروبات. الى ما كتشي عندكم مغطيه احسن تسيبوها احسن. فهاد العيبات مزيونين كتنزلها او كتغطيها كتبقى يعني محفوظه مغطيه، وخصوصا البصله اخواتي اللي عملتوها في الثلاجه عريانه فهي كتمتص جميع، معروف ان البصله كتمتص الميكروب، فهي كتمتص جميع الميكروبات اللي عندكم في الثلاجه ولا مشيتو كليتوها فانتوما كتاكلوا الخطر بعينه. فكما كتشوفوا كاين هادو مزيونين بزاف، هادو كتحطهم الناس اللي ما كتبغيش الشلاله. فحالي ما كتعجبنيش الشلاله اللي كتكون فيها قشوع، كتبقى عامره بقشوع، فكتبقى تقول دابا نحيدهم دابا نحيدهم، كيبقاو ديك القشاشه عامر مكركبين تما. فمن الاحسن هادي غير كتحطوا فيها جوج دقشيعات ولا كيسان ولا شي حاجه، هي صافي كتقطر مباشره كتحيدوها وكتعصروها وكتعملوها هكذا تبست كتنشف داغيه. فمن الاحسن تكون عندكم هادي، فكتعمل اورو 99 كتمتص الماء بزاف. كذلك منزل هنايا هاد المقيلات هادو اللي مقيلات يعني مزيونين، ماشي تقالين وماشي عاوتاني خفافين، يعني بين وبين عمليا. المهم كبيبرين هادو ماشي زعما صغارين، كيعملوا الثمن ديالهم 10 الاورو. كذلك كاين هاد المنظمات هادو اللي كنحطوهم داخل بلاكار، كنزلو فيهم كيسان هكذا باش كنشوفو كيسان كاملين كيكونوا منظمين، وفي نفس الوقت كنهزو كيسان اللي بغينا، كتجي بحال الشكل ديال الدريجات، وفي نفس الوقت ما كيزلقوش الكيسان لانهم عندهم واحد النوع ديال هذا كي ما كيزلقوش. كذلك كاين هاد يعني هاد النوع ديال المواس كبير، كبارين المواس. كاين هنايا هادو كيكونوا ثلاثة مغرفات ديال الخشب اللي كنحركو فيهم الأكل. أحسن حاجة هو نحركو يعني الماكلة ديالنا ب يعني بالعواب هادو ديال الخشب، حسن كيعملو جوج الأورو فيهم ثلاثة. كذلك نبقاو هيدا مع القناص اللي كنزلو بالقناص، كنزلو أي حاجة هيدا في القناص في بلاكارات عاوتاني، نزلو المسائل ديالنا كما كتشوفو. كاين هادو عاوتاني كيكونوا تحت بلاكار، كيكون عندنا شي مثلا تحت فيه كاينه مثلا عندنا كيكون لابابو اولا. المهم هادو ديال المسا كيكون المساحه كتكون خاويه، المهم كشكل ديال المنظمات اللي كنقدروا المساحه اننا نعملوا فيها الفوق والتحت. كنظن فهمتوني. فمنظمات ديال البلاكارات هادوك صراحه مزيونين، الثمن ديالهم صراحه جد مناسب. كذلك كاين هنايا هذه القطع ديال البيتزا اللي كنخلطوا بها الكيك ديالنا اولا الناطا الكريم فريش، اي حاجه سائله. وهذه ديال بيتزا مزيونه سباق لي ديتها، ما كتدراش غزاله، ما كتدراش هذه الحكاك اللي كنحكوا فيها عاوتاني ديال المطبخ ديالنا، كيعملوا جوج الاورو 99. كاينه هاد الماكينه هادي ولا الاله اللي كتسلقنا البيض مزيونه، فيها جوج كولوريس، كاينه كاينه لون ابيض وكاينه لون اسود، وكتهزنا يعني 6 بيضات. صافي يعني حدا كتسلقهم يعني كتوقف الراسه. كذلك كاين هاد السبيوس هادو ديال الليمبيا، وكاينه هاد الشليولات هادو، وهادي كتحتاج الصراحه بزاف يعني هكذا عمليه بزاف ديال اليد. الثمن ديالهم كيعملوا 3 الاورو 99. هادو حاطين منظمات ديال الثلاجه، كاين هادي على شكل مربع كبيره شويه، وكاين على شكل طولي.
الثمن ديالهم كيعملوا 4.99 أورو. كاين هنايا هاد المقيلات هادو صغارين هكذا ديال البيض، جاو تقالين يعني الكاليتي ديالهم فنه، تقالين بزاف مزيونين ومزيانين هادو، حسن البغري اللي يجيو بغري فنين فيهم، لان الكاليتي ديال المقله واعر كيتعمل 11-12 تقريبا 12 الاورو. الثمن ديالها تيكون الخبر ان شي حاجه مزيونه. كانت هي اخرى كانوا كيجيبوها كنشريها غير ب3 الاورو، والله العظيم كتطلع بغرير غزال. اش باقي شاركتها معكم ولا جبوها ان شاء الله نشاركها معكم، واخا خفيفه فنه كتطلع بغرير غزال. كاينه هادو عاوتاني هاد البواطات هادو ديال الزاج كيعملوا 13 الاورو. هاد الموس هادو كانوا مره اخرى جابوهم هنايا. كاينه هاد البواطات هادو كما كتشوفوا كبيره الا حتى صغيره، أربعة ديال الحبات، أربعة ديال الطيسان، بواطات مزيونين هادو كتحتاجو بزاف، الثمن ديالهم كيعملو 10 الأورو. كاين هادو لي كنضمو فيهم أولا كنعملو فيهم مكرونيس ديالنا، مهم أي حاجة ناشفة، هما كيجيو على هاد الشكل مزيونين، فيهم 5 ديال البياسات من كبيرة حتى صغيرة، الثمن ديالهم كيعملو 10 الأورو. هاد العيبات هادو كنعملوهم في مقالي من مقله صغيره الى تان كبيره هكذا، باش كنحافظوا على مقالي ديالنا باش ما يتكربشوش مع بعضياتهم، باش يبقاو يلصقونا، كيعملوا 2.49 الأورو. كاينه مقيلات هادو بحال شنو قبيلاتي ولكن هما صغارين شويه ليهم، حتى هما مزيونين ماشي تقالين وماشي خفافين. عاوتاني الثمن ديالهم كيعملوا 7.99 الأورو. كيدريك حاطين طيفال، ها هما طيفال سباق لي حديت كنت خديتها اصلا نيت من ليدل. المهم بالنسبه للكريب كيجيو كريب اولا، المهم كيجيو مزيونين، ولكن هنا ما كيصدقليش فيهم بغرير، يصدق لي بغرير في مقله عاديه، ولكن بغرير في هذه المقله ديال الطيفال ما كتصدقليش. ما عرفتش شكون في حالي اللي ما كتصدقلوش يشارك معايا، كيصدقوا لي في مقله عاديه اللي سبق لي شاركتها معكم شحال من مره، عاديه، وهنايا في هذا ما كيصدقليش. كيصدق لي في هاد المقله هادي كيصدقوا لي غزالين، ولكن هنايا ما كيصدقوا لي شي، سبحان الله العظيم بغرير. كما كتشوفوا كاين هنايا الطنجرات هادو مزيان مفنين، الطنجرات يمكن حمقوا لي القشوع عيانه سبحان الله العظيم. مزيونه هكذا ثقيقله اينوكس غطيه ديال الدجاج، راه غنشوف نوريكم الثمن ديالها. الثمن ديالها كتعمل 27.99، قلت 28 الأورو. كاينه صغيره الثمن ديالها كيكون اقل، ها هي هذه غير صغيره حق ثقيقلين، فيهم يعني عاطينهم 5 د النجمات، شي حاجه كاليتي مزيونه. الثمن ديالها كتعمل 17.99. كاين هاد البواطات هادو ديال الزاج كما كتشوفوا، عاملين فيهم تخفيضات كانوا كيعملوا تقريبا 20 الأورو، دابا كيعملوا 8.99 الأورو، وفيهم بزاف. كذلك كاين هاد التوستادور ديال اينوكس، مزيونين كيبانو فنين، كيعجبوني هاد اينوكس، الثمن ديالهم كيعملوا 24.99، وكانوا كيعملوا تقريبا 29 الأورو. فيهم بروموسيون. بقاو على مستلزمات ديال المطبخ، كاين هاد السواني ديال الطبخ ديال الفران، كتعمل الماكله وكتغطيها في نفس الوقت، يعني ما كتحتاجش انك تغطيها بباب الومنيوم كما كنعرفوا انه غير صحي. فاذا كنتو تغطيو بباب الومنيوم دائما زبقوا يعني هذاك كاغيط ديال الاكل صحي، عاد عملوا بباب الومنيوم. هذه عندها غطيه ديال نيت. كاين هاد بلاطوس هادو ولا ديال الليمول صغارين ديال الكغطا، كيعملوا 7.99 أورو. وكذلك كاينه هاد هي عامله بحال حجر، بحال حجره كبيره ثقيله ديال البيتزا، باش كتجي بحال مطيبه على العواده، ولا مثلا مطيبه في يعني بحال مطيبه في بيتزا في فران يعني طبيعي، ثقيله يعني هي حجره، كتمن 10 الأورو، كتمن فيها البيتزا كتجي مزيونه زعما. كاين هادو كيعملو تقريبا 3 الأورو، وكاين هنايا هاد ميني أورنو،
ميني فران ميني صغيور هكذا لهذا الشكل، هكذا كتحطو فوق بوطاجين صغيور ماشي زعما كبير هكذا. والثمن ديالو كيعمل تقريبا 60 الاورو، قول 60 الاورو ناقص سنتيم. كاين هاد الشويه هادو ديال الضو حتى هما كما كتشوفوا، الثمن ديالهم كيعملوا تقريبا 40 الاورو 39.99. كذلك كاين هاد الشكين هاد الطنجره هادي عندها هاد هكذا ملي كتسلق فيها شي حاجه عندها واحد بحال الشبكه باش زعما كتصفي هكذا. المهم الثمن ديالها كتعمل تقريبا 40 الاورو. كاين هادو هاد السيت هادو ديال الاكل الصيني كما كتشوفوا، هادو كيعملوا 15 الاورو وهادو كيعملوا تقريبا 10 الاورو. هادو اللي كيعملوا هادو اللي كيعملوا تقريبا 15 الاورو. كذلك كاين هادو عاوتاني عندهم العويدات ديالهم، الثمن ديالهم كيعملوا 10 الاورو تقريبا. هادو فيهم اوفيرتا كيعملوا كانوا كيعملوا 20 ودابا كيعملوا 15 ناقصين 5 اورو. كذلك كاين هاد البلاك هادي غير واحده بلاك ديال الضوء اكيد، وكاين هادي عاوتاني كتجي فيها يعني بلاك ولكن هي في نفس الوقت طنجره، هادي 39 وهادي المهم قول 40 الاورو باش بيهم. كاين هاد الكيسان هادو فيهم هاد الكولوريس، فيهم هاد الكولوريس مزيونين، كاين الزراق كاين الاحمر وكاين هذاك اللون هذاك مزيون مزيون الكولوريس فيهم. هادو فيهم التخفيضات، هاد الشكل ديال الميزان كيعمل تقريبا 8 الاورو. كذلك هادو مستلزمات اللي كنحتاجوهم في المطبخ، هادي ديال الثومه اللي كتفتح نار دايم. المهم مستلزمات ديال المطبخ. كاين هاد الزليفات هادو هاد السواقه فيهم مزيونه كيعملوا 8.99 الاورو. كاين الزليفات حتى هما صغارين عاوتاني فيهم تخفيضات كانوا كيعملوا 12 الاورو تقريبا ودابا كيعملوا 6.99 الاورو. فيهم ثلاثه كل كاخه فيها ثلاثه زليفات مزيونين هاد الزواقات صراحه، كيجيوني زواقات يعني عاطيين عربيين هكذا. كاين الزرق وبيض وكاين الكحل وبيض، حق الزرق وبيض كيجيو غزالين، هذوك السليفات كيعجبوني داك الكولورينز كيكونوا مزوقين بالزرق وبيض. كاين هنايا هادو عاوتاني هادو من مره اخرى بقي منزلين هنايا كيحطوهم. كاين هاد الماكينه هادي عاوتاني مزيونه والحق صغيره ماشي كبيره، هادي يعني متوسطه ماشي صغيره وماشي كبيره يعني متوسطه ديال بانيني او شويه. المهم راه كتخدم عده استعمالات، الثمن ديالها يعني مقارنه مع اخرين احسن تاخذوا اخرين عاديا اللي كيعملوا غير ب 24 25 الصراحه كيصدقوا غزالين. شاركت معكم مره اخرى عمليين بزاف. كاين هاد النجرات هادو وصافي اخواتي، هادو بالنسبه للجديد. نتمنى ربي يكون عجبكم. السلام عليكم، ما تنساوش واحد اللايك وشكرا بزاف على القليبه ديالكم. حبيباتي في امان الله، سلامه.